بكم مجددا. اليوم انا سعيد اني عم اقدم هذا العود المميز جدا جدا جدا. طبعا العود زي انتم ملاحظين معي العود سباعي الاوتار بسبع اوتار طبعا من الدو او القبضوغا مثل ما بتسمى الى الجواب جواب الفا. تمام لاحظوا معي العود بكامل روعته جميل جدا. نقول مواصفات العود يا جماعة: الوجه من السيدر، نوعية ممتازة جدا، فئة راقية من الوجه هذه. بالنسبة للمضرب أو الرقمة من الجوز أيضا. عندنا كمان الزخارف اللي هي موجودة حوالين الشماسة أيضا من الجوز، ماخذ من روح العود. وعندنا هون جوز والمسطرة جوز كمان. وعندنا كمان يا أصدقائي بظهر العود، نشوف ظهر العود أيضا من الجوز القديم. لاحظوا ما أروع وما أجمل، شوف قمة الأناقة ما شاء الله. طبعا عندنا المفاتيح من السيسم، الأوتار من اللابيلا مضاف إلى طبعا وتر القبة دوغا اللي هو القرار قرار الدو. الزند عياري في هذا العود طبعا تحدثنا كثير فيها من السابق، قلنا انه بتقدر تتحكم بمستوى الدوسة اللي هي بعد الوتر عن المسطرة، وبتحمي العود من التقوس مع مرور الزمن. العود هذا يمكن نطول فيه شوي يا جماعة اليوم، تحملونا يمكن لانه يعني مساحته الصوتية كبيرة، يعني زي ما انتم شايفين سباعي طبعا، فهذا بيعطي مساحة صوتية اكبر، فيمكن نشوف شو بصير معنا ان شاء الله. بنحاول قدر الامكان نوضح مساحته الصوتية وجمال صوته الاخاذ جدا. يلا مش عارف شو دازم، بس يلا ان شاء الله نشوف كيف بصير معنا. Thank you.
نروح شيء مختلف شوي، جو مختلف. أنا بحاول قدر الإمكان يعني أعطي العود حقه صراحة، بيستاهل بيستاهل. نشوف شيء ثاني مثلاً.
شيء أخير هيك في الوسط وبعدين إن شاء الله نختم على خير وسلام يا رب. نقول شيء بيات شوي على الله مثلا. أحب بيات الله. Thank you.
Thank you.
والله يمكن اكثر عود هذا حيدخل موسوعه الجنس اليوم في الارقام القياسيه لعرض الاعواد معنا في القناه. ما شاء الله وصلنا 26 دقيقه بقى كثير كثير يعني هيك اشغلناكم معنا. اتمنى تكونوا استمتعتوا معي، انا كثير مستمتع مع اللي طولت فيه. خلينا نعمل اختبار الاخير على العود، مش محتاج يعني انتم عارفين بس بالتاكيد. بعزف عليه ما شاء الله، شفتوني كيف انسجمت وما بعرف شو عملت انا اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. المهم صوته مريح كثير يا جماعه، وهيك دافي قريب للقلب، لا هو حاد ولا هو رخيم، جاي في الوسط. عرفت كيف؟ يعني صوته في الوسط جاي هيك، عشان هيك يعني بتلاقيه قريب قريب كثير للقلب. بالعاده الاعواد اللي بتيجي بالوسط هذه يعني كثير بتكون حلوه يعني وقريبه، لانه تشمل الاثنين. عرفت علي كيف؟ فعندك انت القرارات حلوة و... يعني مش غليظة كثير، لا في الوسط، وفي الجوابات عندك يعني حتى الجواب بتلاقيه حنون، ما بتلاقي فيه حدة. عرفت علي كيف؟ عجبني كثير توازن الأصوات زي ما سمعتوا معي، ما شاء الله جدا جدا عالي وترددات حلوة كثير. ما بعرف، ما بقدر أذمه صراحة، لأنه ما شاء الله يعني ما في أي ملاحظة على هذا العود نهائيا، سواء بالصوت بالشكل بالتسطيب، كل شيء مميز وجميل في هذا العود. بسم الله ما شاء الله. آه والله. طيب يلا بدناش نطول عليكم يا جماعة، نلقاكم على خير، نشوفكم، إلى اللقاء، تحياتي، مع السلامة.